بقيادة فوزي لقشع. يعني نهضة بركان انسحب وهو اللي فاز. اللي هو بقيادة رجل أمك. قيادة رجل أمك. هذه ما قلتيهاش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، حياكم الله أينما كنتم. مرحبا معكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غنجيب لكم واحد من الفيديو وانا اختار لي العنوان ديالو المريقية. انا غنجيب لكم واحد جوج مريقية. نهضة بركان هو اللي انسحب يعني تأهل اتحاد العاصمة. هو ده الطبيعي يعني هو ده الطبيعي. شايف جوج مريقية ثلاثة مريقية الفريق اللي بينسحب هو اللي بيتأهل ثلاثة مسترزقين الا في افريقيا كاريحينكم. المهم انتوما اللي غتختاروا لي واش نسميهم مريقية ولا كاريحينكم ولا مسترزق. واحد جوج المصريين راه داروا هاد الايامات هاكي هضروا على المغرب كيديروا الطريبيش والتوني احمر. هانتوما كتشوفوه معايا الفوق وغادي نقشفوا معاهم شي شويه. يعني خليكم قبل من كل شيء غتشنطوا لهاد الفيديو ديال هاد المصريين ومن بعد غنرجعوا للتعليق. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى منكم اخوتي البارطاج باش نفضحوا هاد النوعيه ديال هاد البشر، هاد المسترزقين، هاد الناس اللي كيسترزقوا وكيجبدوا مواضيع اخرى ما كتعنيهمش. هاد جوج تويميين هاد بوكيمونات ولا تومي جيري، نقول لهم واقيلا تومي جيري. هاد تومي جيري والبارح كانوا كيشجعوا مصر وكيهلوا بالشعب الجزائري وكيقول لك الشعب الجزائري هو احسن شعب والمنتخب الجزائري هو احسن فريق. واليوم داروا جيت المغرب كيعرفوا لا طوندونس ديال المغرب طالعه وداروا جيت المغرب باش تعرفوا هاد النوع ديال هاد المريقيه. غادي نفضحوهم وعاونوني باش اننا نشوفوهم. يا ريت ان هاد الفيديو يوصل ليهم يا ريت ويمشيو. هو مصري ويلبس التوني ديال مصر ويلبس الزي ديال مصر ديالو ويدوي على بلادو ويمجد في بلادو ويخلي عليه المغرب في التقار. هي مجموعة المتشردمين والتسير ضرب لك الفول المدمس ودخل سوق راسك وخلي عليك المغرب والمغاربة في التقار. حنا قادين على شغلنا ما بغيناكمش انتوما قادو علينا. حنا قادين على شغلنا بلا بكم. حنا غاديين لقدام. اعطيونا هاد التقار وحضي وغتربعونا بالعين واعطيونا اتساع ونساونا واش حنا كاينين. وانتوما مالكم يا عباد الله واش سطيتو؟ تخليو المغرب وخليو المغاربة يهضروا على راسهم. انتوما مالكم؟ علاش حاشين فيكم شي حاجه ما كتعنيكمش؟ دابا غنخليكم تشوفوا هذا المريقي وقول لي كيف جاكم الرساله دي. لقطه الموسم يا ريمو وكل موسم للمنتخب الجزائري والشعب الجزائر. ودابا غنخليكم مع هذا خينا هذا تا هو المصري اللي خاشيني فيه شي حاجه ما كتعنيه نهائيا. كيتكلم على بارك بركان وكيتكلم على سيدو لقجع. واش هاد القجع واخد ليه امك؟ هاد القجع مزوج لك بامك داها لك؟ مالك انت ومال القجع ومالك انت ومال نهضة بركان؟ واش دخلك انت كاع؟ بقيادة فوزي لقجع. يعني نهضة بركان انسحب وهو اللي فاز. هذا هو بقيادة رجل امك. قيادة رجل امك. هادي ما قلتيهاش. بالمباراة كيف ما تعرفش؟ قبل ما تخرج تقول سبحان الله. كنظن واقيلا هاد الفوز القجع خاد لك امك بلا خبارك. انتوما مالكم تسطيتو؟ لو واقيلا مزوج لك بها بلا خبارك. واش تسطيتو؟ الله يخليك تبارك الله على الفوز القجع. الا نوض فيكم زعما نوض فيكم الشياط. تحيه له من هذا المنبر.